شرفنا موسى. طيب نروح بقى مع حضراتكم على موضوع مختلف. طبعا زي ما انتم عارفين شهر ربيع الاول دايما مرتبط معانا بالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. هنروح معاكم للاحتفاليه اللي نظمتها اللجنه الثقافيه طبعا بالتعاون مع اللجنه العليا للجان في النادي الاهلي وتحت اشراف الاداره التنفيذيه احتفال بالمولد النبوي الشريف. كانت احتفاليه رائعه الحقيقه بهذه الذكرى العطره داخل اروقه النادي الاهلي. هنشوف مع حضراتكم في خلال هذا التقرير جانب من هذه الاحتفاليه. اتفضل. بعد ما الشهر اللي فات عملنا صالون النادي الاهلي الثقافي وقعدناه مره ثانيه وباذن الله نستمر شهريا بتعليمات كابتن محمود الخطيب. النهارده في شمن في مولد النبي جايبين عرض، هو عرض عظيم وتاريخي، وهو عرض بيتكلم عن المولد في العموم لفرقه مسرح العرايس في البيت الفني للمسرح. وكان السيد وليد مبروك رئيس اللجان كان وجه بانه احنا نعمل حاجه في اليوم مولد النبي وحاجه مختلفه، يعني تسعد الكبار والصغيرين، ما تبقاش بس مجرد حاجه للارشاد الديني او كده فتبقى تسعد الكبار بس لكن الاطفال ما يرتبطوش بيها. هذا العمل طبعا هو رابط الكبار ورابط الصغيرين ورابط اجيال قديمه جدا لان هو تاليف صلاح جاهين طبعا والحان سايب مكاوي، وهتلاقي اعظم الاصوات اللي بتغني هي اغاني من اعظم مطربين مصر. فكل الناس مرتبطة بيه، كل الأجيال مرتبطة بالليلة الكبيرة. ولما جالت الفكرة يعني أستاذ وليد مبروك يعني تفاعل معانا علشان نقدمها هنا في يوم مولد النبي، والحمد لله زي ما أنت شايفة الناس متفاعلة والحمد لله يعني الأعضاء مبسوطين جدا منها. احنا اتكلمنا في نعمل إيه إيفنت بمناسبة المولد النبي، ففكرنا في فكرة عرض ليلة كبيرة مع الأستاذ وليد مبروك المشرف على اللجان، وأستاذ خالد وافق ورحب وترسلنا مع البيت الفني للمسرح، خدنا موافقتهم مع مسرح قرى العرايس ووافقوا وجبنا العرض النهاردة، والنادي تواصل وخلصنا الإجراءات كلها والعرض معانا النهاردة، والحمد لله إن احنا نجحنا في حاجة لطيفة جدا مختلفة عن العروض الميوزيكال وكده، إنه مسرح يبقى ليه علاقة بالمناسبة ومسرح مرتبط قوي بالشعب المصري. هو طبعا يعني النادي الأهلي ده يعني النادي كلنا بنحترمه وبنقدره، وأنا واحد من الناس، أنا أهلاوي طبعا، فأنا مجرد ما المكالمة جات لي أنا كنت في منتهى السعادة. ما اتكلمناش في أي حاجة، حاضر أوكي أنا موافق، أنا أنت الميعاد، بدأنا نجهز في الميعاد، قلت للناس الفريق العمل اللي معايا، الناس كانت سعيده جدا الحمد لله، جينا في الميعاد كان في تنظيم على اعلى مستوى بشكل كويس جدا، والحمد لله سعادتنا الكبيره في رد الفعل الجمهور اللي هو كان في منتهى السعاده، اللي هو ده بيسعدنا دايما، كل ما الجمهور بيبقى سعيد احنا دايما بنبقى في منتهى السعاده ان احنا رسمنا بسمه على وجهه، فالحمد لله. احنا حقيقي من اول ما انشأنا اللجنه الثقافيه واحنا حابين نعمل ده، بس كنت طبعا في فتره الكورونا وكده كانت الظروف مش سامحه، فاول ما الفرصه سمحت ومفيش فرصه احسن من المولد النبوي يعني ان احنا نعرض فيه حاجه زي كده، فبدانا فيه طبعا استاذ خالد جلال وكابتن محمود الخطيب دكتور وليد رئيس اللجنه العليا يعني في اللحظات الاخيره، وقدرنا نعمل ده الحمد لله، ويعني كان بمنظر كويس، حاجه كويسه بالنسبه كتعاون للاداره، يعني تعاون مع الاداره ان هم بيعملوا حاجه كويسه للاعضاء بمناسبه المولد النبوي الشريف، وكمان دي بتبقى لفته كويسه بالنسبه بتجمع كل الاطفال بتاعت النادي المتواجدين بيفرحوا بحاجات مسرح العرايس، ده حاجه جميله بالنسبه للاولاد كلها. والتراث بتاعنا التراث العربي والتراث المصري بتاعنا يعني بيقول ان الكلام ده كويس بالنسبه للاطفال وبيخلوهم يعني يتفننوا ويتشبعوا ان هم يتفرجوا لحاجه زي كده. بصراحه بريت حلو جدا، والكبار كانوا فرحانين بيه اكتر من الصغيرين، يعني كل الناس كانت ملمومه وكانت متفاعله قوي معاهم واحتفال حلو قوي بصراحه ما اتكررش قبل كده يعني. والنشاط الثقافي حلو قوي في النادي والعلاقات العامه وقايمين بدور حلو قوي. أوبرات الليلة الكبيرة ده أعتقد يعني حاجة هتفضل معانا مدى الحياة، يعني وإحنا أطفال بنتفرج عليه لما كبرنا شوية، حد دلوقتي بنتفرج عليه وحد دلوقتي بنستمتع بيه، فيالي كل يعني صح؟ رائع. ده عمل فني حقيقة. رائع، وأجيال اتربت عليه والأغاني حافظينها طبعا كله. طبعا